السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد من جي تي اي 5. قبل ما نبدا الفيديو حابب اشكر الناس اللي بتدعمني بلايك وبتكتب لي كومنتات جميله بالشكل ده. يوم الخميس نزلت تصويت على قناه تليجرام بالجراج اللي موجود في الاونلاين وقلت لكم حابين اضيفه في الاوفلاين ولا لا، وكان الرد غير متوقع وتقريبا 99% طلبوا ان اعمل فيديو بالمود ده. والنهارده جبت لكم المود وهنشوفه مع بعض ونعرف ايه هي ومميزاته وتقدر تضيف فيه سيارات انت ضايفها من خارج اللعبه ولا لا. قبل ما نبدا ما تنساش تدعمني بلايك واشترك لو ما كنتش مشترك واكتب لنا كومنت حلو من عندك. أسيبكم مع الفيديو ومشاهدة ممتعة. وبعد ما فتحنا اللعبة بالشكل ده هنفتح الماب، هتلاقي عندك العلامات الصفرة دي علامات الجراجات اللي انت شاريها. انا اشتريت الجراج ده، والجراج ده اول ما عملت المود لقيته متركب تلقائي لوحده. طيب العلامات السوداء دي اللي عليها الدولار الاخضر ده، فدي الجراجات اللي متاحة ليك انك تقدر تشتريها، ومش بس تقدر تشتريها بشخصية فرانك، ولكن تقدر تشتريها بتريفر او مايكل او اي شخصية من الثلاثة اللي موجودين في اللعبة، او شخصية كمان انت ضايفها عادي تقدر تشتري اي جراج من الجراجات دي. الجراجات متوزعة في كل مكان في اللعبة زي ما انت ملاحظ، في لوس سانتوس في كل مكان في جراج. طيب تعالوا الاول نشوف اول جراج اللي احنا على طول اول ما بدأنا المود لقينا الجراج ده موجود. العربية دي طبعا من مود 50 سيارة موديل 2021، العربية دي منهم. تعالوا نجرب نخش الجراج كده ونضيف عربية. العربية دي طبعا مش رسمية في اللعبة، العربية دي احنا اللي ضايفينها، وهنجرب ونشوف هتخش الجراج ده ولا لا. تيجي تقرب من الجراج كده وتدوس الحرف E، هتلاقي عندك هنا جاب لك الدور الاول في الجراج. اول عربيه دي اللي هي اسمها يوسين، دي عربيه انا كنت ضفتها، والعربيه اللي تحتها برضو انا ضفتها. كده انت معاك الاماكن اللي تحت دي فاضيه تقدر تضيف فيها عربيات. هتدوس على انتر كده فدخلك الجراج اهو. زي ما انت شايف حطينا العربيه بالشكل ده، وده الجراج من جوه زي ما انت شايف. العربيه الاول دي انا لسه ضايفها، هي والجي ام سي، انا ضايفهم الاتنين دلوقتي علشان كنت بجرب المود. طيب تقدر تعمل ايه في الجراج ده؟ تقدر اول حاجة انك تخرج منه عادي من غير ما تاخد اي عربية، من عن طريق الدايرة الصفرة دي، هتدوس على ايه برضو وهتخرج. طب لو انت عايز تخرج بعربية هتركب اي عربية انت عاوزها وهتبدأ تتحرك بيها، هتلاقيك خرجك تلقائي من الجراج. هنشوف دلوقتي كل حاجة. تقدر تعمل ايه تاني؟ تقدر تيجي عند العلامة الحمراء دي وتعدل على اي عربية براحتك. اول حاجة مود فييكل، هتدوس عليها كده بيحدد لك انهي عربية انت عاوز تعدل عليها. وليكن مثلا انا هعدل على اللي لسه ضايفها دلوقتي، هو الاسم اللي جنبها ده اسم النمر اللي موجود على العربية. تمام، هنا مثلا تقدر تعدل على الدرع بتاع العربية، تقدر تعدل على اي حاجة. ولو انت بقى عايز تميز العربية علشان خاطر لما تعوز تطلبها بعد كده، وهوريك ازاي تطلبها دلوقتي، هتيجي عندك على البلاد وهتدوس على انتر مره ثانيه وتكتب هنا تميز اسم العربيه بتاعتك. ولكن تكون مثلا العربيه دي بوجاتي فهنسميها بوجاتي مثلا، وهتخرج كده. كده خلاص العربيه دي اتسمت بوجاتي. تمام، ده كل اللي انت تقدر تعمله في الجراج. هناخد مثلا اي عربيه نخرج بيها، تعال ناخد العربيه الاودي دي نخرج بيها، تبدا تتحرك كده بس هتلاقيك خرجك تلقائي بره الجراج. هو خرجنا اهو. وليكن مثلا تعالوا نبعد شوية كده، تعالوا نبعد بس عن العصابة اللي هي ظهرت على الماب دي. وليكن مثلا هنقف هنا، وانت مش معاك اي عربية ومحتاج تطلب عربية من الجراج دلوقتي ضروري، فانت هتعمل ايه؟ هتدوس على زرار F5، هيفتح لك القايمة بالشكل ده، هيجيب لك كل الجراجات اللي انت مشتريها. اول جراج ده اللي هو تاورز، ده الجراج اللي احنا كنا فيه دلوقتي. هتفتحه كده، هتدوس على انتر، هيجيب لك العربيات اللي في الجراج ده. والجراج التاني ده انا لسه شاريه من شوية بس ما سجلتش وقت ما كنت بشتريه، وهنشوف دلوقتي ازاي نشتري جراج تاني مع بعض. هنيجي مثلا نفتح اول جراج ده، مثلا هنختار هي العربية اللي اسمها يوسين دي اللي انا ضفتها، اللي هي كانت الجي ام سي، واللي تحت دي اللي هي اكتف دي انا العربية معاك دلوقتي وانت طلعتها. زي ما انت ملاحظ تحت على الماب العربية محطوطة بالعلامة الصفراء، علشان كده العربية ما بتختفيش وبتفضل موجودة في المكان اللي انت سايبها فيه. انا مثلا هطلب العربية البوجاتي. تمام كده، زي ما انت شايف العربيه جت لنا هنا اهي، ومعانا هنا برضو لسه الاودي زي ما هي. كده انت طلبت البوجاتي والبوجاتي جات لك بدون اي مشاكل، وهي دي الميزه اللي موجوده في الجراج، ما فيهوش اي اختلاف عن الجراج الموجود في الاونلاين. كل حاجه هنا زي المود اللي في الاونلاين بالظبط. هو مش مود في الاونلاين، هو حاجه رسميه ولكن هنا مش بشكل رسمي. وتقدر كمان لما تدوس F5 لو اخترت Return all vehicles دي، لو دوست عليها هيرجع لك كل العربيات اللي معاك للجراج. تعالى مثلا انا هطلب العربية تاني، تعالى نطلب العربية الجي ام سي، هي جت اهي بالشكل ده، هنركبها وتعالوا نروح الجراج مش شارينه ونشوف ازاي نقدر نشتري الجراج. تعالى مثلا هنا نحدد على الماب الجراج القريب مننا ده، يلا بينا نروحه ونشوف ازاي تقدر تشتري الجراج. هو طبعا بيكون له سعر معين وما بيبقاش رخيص لو انت ماشي تلعب بمبدأ الحياة الواقعية، فانت هتحتاج فلوس كتير عشان خاطر تقدر تشتري الجراج ده. نخش من هنا، ما طلعش الشارع ده، طلع المبنى اللي هو على الجنب ده. وهنا وصلنا للجراج اهو،
هتيجي هتقف هنا هتلاقي هو حاطط لك هنا فور سيل، يعني تقدر تشتريه. هتدوس على ايه عشان خاطر تشتريه؟ هو بيقول لك تشتري انهي دور. انت معاك دلوقتي 8 ادوار او 8 طوابق، تقدر تشتريهم كلهم وتقدر تشتري واحد بس براحتك. كل طابق تقريبا بياخد من 10 ل 6 عربيات على حسب حجم الطابق. عليكم مثلا هو هنا مرتبهم لك اسعار، في هنا بسعر 44,000 وده تقريبا اغلى دور موجود فيهم، يبقى ده اكبرهم. تعالوا نشتري الدور الرابع ونأكد الشراء. كده خلاص احنا اشترينا الجراج اهو، بيعمل لنا بس استعراض لي، وانا بيقول لك ان الجراج اتحط عندك على الماب باللون الاصفر، وتقدر تفتح الاختيارات من F5 علشان خاطر تقدر تتحكم في العربيه. طيب عايز تشتري دور كمان، هتدوس برضو عليه وتقدر تشتري اي دور براحتك واي طابق زي ما انت عاوز. تعالوا بقى لو عايز ندخل العربيه دي الجراج. طبعا كل الجراجات بتبقى مختلفه عن بعض، هو بيبقى فيه شبه بسيط ولكن مش كلهم بيبقوا نفس الشكل. ممكن ده يطلع نفس الشكل اللي احنا كنا موجودين فيه دلوقتي. تيجي على اول الجراج كده، نخش الجراج هيقول لك تخش على انهي دور. انت طبعا معكش غير الدور الرابع، وبيقول لك كل الادوار الموجوده فيه فاضيه. انا هنا كده دخلت الجراج وكده خلاص حطينا العربيه فيه، وبرده نفس الموضوع هناك، الجراج ده طلع شبه الجراج اللي احنا كنا فيه دلوقتي. تعالوا نخرج من هنا. بس كده انت شفت كل حاجه في المود، وبكده المود معاك مفيش اي اختلاف خالص ما بينه وما بين المود الموجود في الاونلاين. ويلا بينا بقى نشوف ازاي تركب المود ده. عشان تثبت المود ده انت لازم يبقى عندك الملفات الاساسيه لتثبيت اي مود في GTA 5. فلو مش عندك الملفات دي انا سبتهم لك في فيديو هيطلع لك في البطاقه فوق، شرحتهم فيه شرح مفصل. انا هشرحهم معاك دلوقتي بشكل سريع، ولكن لو انت ما فهمتش حاجه من الشرح اللي هشرحه دلوقتي روح شوف الفيديو اللي طلع لك في البطاقه من شويه وارجع كمل الفيديو ده. تركيب الملفات الاساسيه سهل ومش محتاج اي حاجه. اول حاجه معاك ملف سكريبت هوك في وسكريبت هوك في دوت نت وهيب ادجستر وباك فايل ليميت ادجستر واليوازي. الملفات دي تركيبهم سهل جدا، كل اللي عليك انك هتفتح كل ملف وتاخده كوبي بيست على طول في ملفات اللعبه. هنفتح مثلا ملفات اللعبه، هتدوس على ايقونه اللعبه عندك وتدوس على اوبن فايل لوكيشن، هتلاقي عندك ملفات اللعبه فتحت بالشكل ده. هتيجي عندك على سكريبت هوك في هتفتحه، بعد كده هتفتح ملف في البن وهتاخد الملف سكريبت هوك في والملف اللي بامتداد ديل، هتسحبهم الاثنين على ملفات اللعبه وتسيبهم بالشكل ده وتوافق على الاستبدال. كده انت ثبتت اول ملف اللي هو السكريبت هوك في. هتيجي عندك على سكريبت هوك في دوت نت، هتاخد الست ملفات دول وتحطهم برضو في ملفات اللعبه على طول. وبعد كده عندك الهيب ادجستر، هتاخد الملفين دول وتحطهم برضو في ملفات اللعبه. والباك فايل ليمت ادجستر برضو نفس الموضوع، هتاخد الملفين دول من عدا ملف الامتداد تي اكس تي، هتاخدهم برضو وتحطهم في ملفات اللعبه. تيجي بقى على ملف ال يو اي، هتفتحه هتاخد ملف سكريبتس وملف ال يو اي، هتاخدهم الاثنين كوبي برضو وتحطهم على طول في ملفات اللعبه. يبقى انت كده خلصت اول 5 ملفات. هيبقى عندك برنامج اوبن اي في والجيم كونفيج والمود بتاعنا. هتثبت برنامج اوبن اي في بالطريقه العاديه لتثبيت اي مود، هتفتحه عادي وتختار اللغه انجليزي وتدوس على كونتينيو، هيجمع معاك بالشكل ده. بعد كده هتدوس على اي اكسبت وتدوس على كونتينيو وكونتينيو مره ثانيه، هيتسطب معاك بالشكل ده. بس كده خلاص البرنامج اتثبت، هتدوس على كلوز، هتلاقي الايقونه طلعت فوق هنا. خلاص احنا كده ما عدناش عاوزين ملف التثبيت. هتيجي عندك هتفتح الايقونه بتاع برنامج اوبن اي في، هيفتح لك الواجهه دي بيقول لك اختار اللعبه اللي انت عاوز تعدل عليها. هتختار جي تي اي في من هنا وتحدد له مسار اللعبه بتاعك، انا حاططها هنا في جيمز. هتحدد فولدر اللعبه من بره وتدوس على سيلكت فولدر، عمل لك هنا بالاخضر ان هو خلاص لقى ملف التشغيل بتاع اللعبه، وهتدوس على كونتينيو وتدوس كونتينيو مره ثانيه. هيفتح معاك البرنامج بالشكل ده. لو انت اول مره ثبته هتدوس على علامه الصح اللي هنا، هتلاقي الثلاث اختيارات دول عندك مش باللون الاخضر، هتعمل لهم كلهم انستول لحد ما يبقوا معاك باللون الاخضر ده. بعد كده هتيجي فوق هنا تفعل زرار الايديت مود وتدوس على يس. بعد كده هتروح عندك على ملفات اللعبه، هتدوس كليك يمين على ايقونه اللعبه وتفتح ملفاتها بالشكل ده. هتيجي عندك على ملف جي تي اي 5 اللي هو اللانشر بتاعها او المشغل بتاعها، هتدوس على كليك يمين، بعد كده تدوس على بروبرتيز، بعد كده تختار ديتيلز، بعد كده هتشوف فايل فيرجن اللي هو انت بتشوف اصدار اللعبه بتاعتك كام. انا اصدار اللعبه بتاعتي عندي 1180، فهروح عندي على ملف الجيم كونفيج. لو انا 2802 هتلاقي الملف بتاعك بره هنا، ولو انت اقل من 2802 هتلاقيها موجوده في فولدر اولد فيرجن. هتفتح ملف اولد فيرجن، انا كان اصداري 1180 فهلاقي الملف بتاعي هنا هفتحه. بعد كده هتفتح الملف اللي بين قوسين، هتلاقي عندك ملف هنا اسمه جيم كونفيج. ملف الجيم كونفيج ده بقى انت هتحطه فين؟ هتيجي عندك على برنامج اوبن اي في وتفتح ملف ابديت، بعد كده ابديت دوت ار بي اف، بعد كده كومن، بعد كده داتا، بعد كده هتدوس على شو ام مودز فولدر، وتاكد انك دوست على زرار الايديت مود ودوست على اس. هتيجي
عندك تسحب ملف الجيم كونفج بتاع اصدارك وتسيبه هنا بالشكل ده. بس كده خلاص انت ثبتت الملفات الاساسيه. ده كان تثبيتهم معاك بشكل سريع، ولكن لو انت محتاج شرح مفصل وفي بعض النقط اللي انت ما فهمتهاش يبقى تروح على الفيديو اللي انا طلعته لك في البطاقه من شويه، او هتلاقيه تحت في وصف الفيديو. ولو قابلتك اي مشكله تقدر تكلمني عن طريق قناه التليجرام اللي انا برضه هسيبها لك تحت في وصف الفيديو. كده خلاص خلصنا من الملفات دي. هنسيب هنا ايقونة البرنامج ونمسح خلاص الجيم كونفج مع الناس عاوزينه. نيجي بقى على مود الجراج. هتفتح الملف المضغوط بتاع مود الجراج، هتلاقي عندك ملف هنا اسمه سكريبتس. هتفتح ملف سكريبتس، هتاخد الفولدر ده والملف ده، هتاخدهم الاثنين كده او تحددهم. بعد كده هتيجي عندك على ايقونة اللعبة وتفتح برضو ملفات اللعبة مرة تانية، تفتحهم كده. بعد كده هتروح على ملف سكريبتس اللي احنا ثبتناه في الملفات الاساسية. هتفتح ملف سكريبتس، هتلاقيني هنا انا مثبت المود، انا همسحه واثبته مرة تانية قدامك. هتيجي عندك بقى على الملف المود اللي احنا محملينه، وهتاخد ملف السنجل بلاير والسنجل بلاير، واحد بامتداد دل وواحد فولدر عادي، هتسحبهم الاثنين هنا كده في ملف سكريبتس بتاع اللعبه. وبس كده خلاص انت ثبتت المود، مفيش اي حاجه صعبه ولا معقده. وبس كده شباب يكون انتهى فيديو النهارده. بتمنى ان يعجبكم، ما تنساش تعمل باللايك والاشتراك وتكتب لنا كومنت حلو من عندك، واستنونا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. والسلام عليكم.